حضرة الضابط، حضرة الضابط، حضرة الضابط. سانسكار، إذا أنت كنت عم تقول سانسكار، لاكشي 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 حبيبي رد علي، لاكشي أنا أخوك كمان، ومستحيل اسمح للاكشي إنه يصير واحد مجرم. أنا بوعدك إنه لاكشي ما راح يتأذى أبداً. أنا حكيت مع الضابط، هو بس بده يحقق معه، يعني بده يسأله كم سؤال ويتعهد إنه هو ما يعمل هذا الشيء مرة تانية. اللي وعدني فيه ما هيك، إنه مستحيل حدا يأذيه. تعال معي. اطلع اطلع شوف وش أخوك، اطلع منيح. هذا اللي وعدتني فيه أنت امبارح. ليش هيك عملت سانسكار؟ هذا الدرس اللي بدك تعلمه يا بالضرب والقوة، ما هيك؟ انت كنت بدك تساعده ولا بعده لحتى ياكل قتلي ويتدمه؟ لك مو قلت لي امبارح انه لاكشي ما رح يتأذى ابدا وما رح يتعاملوا معه بهي الطريقة؟ طلعوا عم يتعاملوا معه بدون رحمة وكأنه واحد من المجرمين. سانسكار، احكي شي كلمة بضلك ساكت. ليش هيك عبر تجاوبني؟ عبر لك احكي لك شي كلمة يا جوني. لا زوارة، اليوم انت ما رح تتدخلي ابدا. هذا الموضوع بيني وبين سانسكار وما حدا له علاقة، وهلا بدو جاوبني. أنا هلأ بدي أسمع جوابك. هي إذا كان عندك جواب، هلأ بدك تحكي ليش عملت هيك بسرعة؟ أنا ناطرة منك جواب. جاوبني شو كان بدك؟ إني ليش هيك عملت؟ إحنا لازم نحكي مع الضابط، والجواب اللي بدك تسمعيه بتسمعيه من الضابط. أنا عم انتظرك سانسكار، إلي ليش هيك عملت؟ شو؟ ليش ما عم تحكي ولا كلمة سانسكار؟ أنت لازم تجاوبني ولا؟ أعمل لك يلا جاوبني بسرعة سانسكار، ولا ما عندك جواب؟ كنت عم تكذب علي؟ ليك الضابط اجا. لاكشي اجا.
لا مدام، ممنوع. ليشك عم تتعامل معه؟ أنت بدنك أنت عم تيزي. مدام، هاد شغلي إلي، يا ريت ما تتدخلي أنت. لاكشي، لا. سانسكار، عود، تفضل. تحب تشرب شاي؟ أكيد ما رح أشرب معك شي. اللي ليش هيك عملت؟ اللي بسرعة. أنت وعدتني وخلفت بوعدك معي، طلبت منك تخلي لاكشي يوم واحد بالسجن بدون ما تقرب عليه، كان هدفي يتعلم درس لحتى يبعد عن هذا الطريق. أنت وعدتني وعطيتني كلمة بس النتيجة كانت العكس وضربته من دون رحمة. أنا هلأ بس بدي أعرف شو غايتك من التعامل بهالطريقة؟ سانسكار، أنا عملت اللي أنت طلبته مني. أنا اللي طلبت منك تعمل فيه هيك؟ إيه، أنت قلت لي ضربه وعزبه لأنه عم بيهرب. حقيقة أنا رفعت العيار شوي عن اللي طلبته مني، والاتهامات كلها صارت جاهزة. ما تاكل هم، من هون لساعة رح تنرفع القضية للمحكمة، وبعد هيك لاكشي رح يضل بالسجن 6 شهور. مبسوط؟ بس بقى شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكيه؟ عن جد سانسكار؟ ما عم بفهم عليك، ليش عم تتصرف بهالطريقة هلا؟ أنا عملت اللي أنت طلبته مني، مو أنت جيت لعندي لهون؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ ليش عم تتهم سانسكار بهيك تهمة؟ ومين أنت كمان؟ لحتى تسأليني؟ أنا مرته لسانسكار اللي عم تتهمه. أوه. أهلين مدام. معناها سانسكار ما عم يخبرك شو عم يخطط ويعمل؟ مع أنه مبين على صديقة كتير بيحبه. فهمت، مشان هذا الحب عم يتخلص من الناس اللي حواليه واحد واحد وما بده حدا، لدرجة أنه عمل هالشي بس مشان ياخد أملاك العيلة. وانتي؟ أنا لاكشي بيكون زوجي. أنا آسف سانسكار، انت ليش ما خبرتني من قبل؟ انا هلا كشفت خطتك قدام الكل. لا لا لا، كمل، خبرني شو لساته مخبى. راجيني ورا. يلا حضرة الضابط. انا كتير اسف، انا ما كان بدي حطك بهذا الموقف ابدا، بس للاسف سانسكار هو المسؤول. راجيني لو سمحتي وسايفيني، هذا الحكي كله كذب، أنا ما طلبت هذا الشيء، وأنا واثق، أنا واثق إنه أداش هو اللي متفق معه هذا الشيء. راجيني، ما بسمح لك تحملني كل أخطائك، صح أنا أخذت رشوة منك، بس أنت كمان الرشيت بعشرة مليون من عند أداش لتعمل هيك. لك لا عاد تكذب، لا عاد تكذب، عم تفهم علي؟ انت اللي عم تكذب سانسكار. بعدين انا رجل قانون وعندي دليل لكل كلمه حكيتها عن الخطه من شوي. لاكشي عايش بوضع كتير صعب هلا، ونحن محتاجين عن جد يكون معنا مصاري، بس ما بدي اياك تفوت بهذا الطريق الغلط، وانا حابب انك تساعدني بشغله. لازم تقبض على لاكشي وتخليه بالسجن ليوم واحد. طبعا انت مخول انك تعذبه وتعمل فيه مثل ما بدك، لا تنسى انه الفائده لك والي رح تكون كبيره، انا عم اعمل هذا الشيء كله مشان سوارة. وانت لازم تنفذ هاي المهمه بسرعه، انا بحاجه المصاري اللي رح يعطيني اياهم اداش وباقصى سرعه. ماشي. راجيني، راجيني، هذا كله كذب،
هذا كذب. ليكي أنا أجيت لعنده لهون بس قلت له يخلي لاكشي يوم واحد بالسجن وما يقرب عليه أبدا مشان نكشف العصابة ونمسكها، لأنه لاكشي هو الوحيد اللي بيقدر يساعدنا لحتى نمسكهم ونوقفهم. راجيني أنت عم تسمعي شو عم يقول سانسكاي؟ راجيني هذا كله من ألعاب أدار، شو اللي شفتيه كان كله كذب. بكفي سانسكار، تركنا من ألعيبك هاي، وليش جايب معك سوارة وراجيني لهون إذا ما كان عندك نية تكشف الحقيقة؟ أنت كيف بتسمع لحالك؟ أنا رح ورجيك شو رح أعمل فيك. أنا بورجيك. واقف. انت مين فكر حالك؟ انا رح اعلمك درس ما رح تنساه بحياتك انت وياها. طيب وهلا شو فيك تعمل؟ انت عاجز. بترجاك بترجاك اطلع زوجي من السجن، هو ما عمل شيء مو منيح ابدا، هو كان ضحية. بترجاك تفهمني وتفهم وضع زوجي اللي كان عاجز قدام كل شيء صار معه ومع اهله بالفترة الاخيرة. راجيني حضرة الضابط، أنا عم أترجاك تفهم وضعنا. لاكشي عمل كل هالشي بس لحتى يساعد أبوه اللي كان مريض وعم بيموت، هو كان مضطر مو بإيده عمل هذا الشي. ليكي أنا عن جد كتير حابب ساعدك، بس بعد الطريقة اللي تصرف فيها سانسكار هلأ أنا آسف ما بقدر ساعدك بشي. لا بترجاك بترجاك حضرة الضابط، نحن ما بدنا مصاري ولا بهمنا هالشي أبدا، بس بدي جوزي يطلع من السجن وترجع تلتم عائلتنا مرة تانية والباقي مو مهم. جوزي هلا بالسجن بس بسبب اخوه دارش، بس جوزي ما له مجرم ابدا. بترجاك تساعده، انا مالي حدا غيره. بترجاك خليني اخذ جوزي. بترجاك راجيني حضرة الضابط، انا بترجاك بترجاك اطلعوا خلينا ناخده هلا. بترجاك انا بترجاك يا حضرة الضابط. راجيني طيب خلص قومي، أنا رح أحاول ساعدكم بس الموضوع ما سهل أبداً، يعني هذا الموضوع فيه مسؤولية كتير كبيرة علي. اسمه صار بالسجلات بس لحظة، كل شي بينحل بتمنه. مشان هيك هلأ معكم ساعة واحدة. أداش دفع لي مشان هالقضية 200,000، ومنكم بدي 500 وبيتسكر الملف. وكمان أداش مستعد يدفع أكتر، بس أنا رح أعطيكم ساعة واحدة بس. رح نجيب لك المصاري بس من هلا لنرجع، وعدني ما تعمل شيء مو منيح لزوجي. هلا لازم توعدني انه زوجي ما بيصيبه شيء بهذا الوقت. ماشي جيبي المصاري لنشوف شو بنعمل. راجيني راجيني انت شو عم تعملي؟ ليش ما عم تفهمي انه هالحركه جزء من الخطه تبعهم؟ راجيني نحن رح نحاول نلاقي حل قانوني لنطلع لاكشي، وبوقتها كل الأندال رح يتحاسبوا، ما رح نكون بحاجة حدا أبدا. راجيني لا سوارة، ما بدي أسمع ولا كلمة. مو شايفة حالته؟ خليني روح هلأ. انت معك حق يا مدام، لانه زوجك مستحيل يطلع من السجن اذا ما جبتي لي المصاري خلال ساعه واحده، لهيك لا تردي على حدا.
تفرجيني. قبل 12 أنا بقدر أمسح الملف كله، بس بعدها أنا ماني مسؤول عن شيء أبداً. ما عاد بقدر أقدم لكم مساعدة، لأنه القضية رح تصير عند المحكمة وهي بتقرر شو رح تعمل فيه. فشو يا بنات، ناويين تخلوه بالسجن؟ لا لا لا، أنا رح جيب المصاري بأسرع وقت. راجيني. أنت ما بتوثق فيني؟ أنا رح طالعك من هون لكشي. أنت لا تخاف من شيء أبداً طول ما أنا معك وجنبك. أول شيء رح أعمله هو إني رح أطالعك من هون، بعدين أنا وياك رح نروح سوا. أنا وياك ما عاد رح نفترق ولا لحظة بحياتنا. راجيني راجيني، انت هلا مالك ادراك. اتركني. شو ناوي تقلي هلا كمان؟ لا سنسكار، انت بالذات ما عاد بدي اسمع منك ولا كلمه. انا سمعتك كثير قبل، بس الظاهر انه انا كنت غلطانه بهالشيء. وما راح اعيد هالغلطه. أنا المهم عندي هلا إني طالع زوجي من السجن ولو شو ما كان الثمن. هو أنت سنسكارة على طول عم تكون عاجز وما عم تقدر تساعده ولا حتى إنك تطالعه من السجن. ما عاد تحكي. راجيني راجيني راجيني، استني، وقفي، استني، اسمعيني. أنا مالي عارفان شو لازم أقول. أنا ما عم بفهم شي. لاكشي هذا أدارش. أدارش ما عمل شي أبداً أكتر من اللي أنت عملته فيني هاي المرة. مو أنت يلي كنت بدك تصلح لي طريقي فبتحبسني جوا هون؟ كان بدك ياني أقضي عمري بهي الزنزانة؟ أكيد أنت ما عندك ضمير. لاكشي لاكشي، شبك شو عم تعمل؟ هاد اللي انت عملته فيني، كل شي صار معي بسببك انت وحدك سانسكار. انت قتلتني. لا لاكشي لاكشي، مو معقول تكون مصدق. انا لسه مو مستوعب يلي صار. تعرف انا كنت مفكر انك الوحيد يلي ما بتعمل هيك. لما مبارح ضربوني انا كنت عم حس بوجع كبير، بس مو مثل وجعي هلا. وجعي من هدول الناس بنسى، بس وجعي منك لا. انت خزلتني كثير وخنتني، توقعت هذا الشيء من الناس كلها الا انت. انت هيك ما اخترت الطريق الصح سانسكار. شو صار لك؟ شو كثير حابة انك تموتي؟ أداش دفع لي مشان هالقضية 200,000، ومنكم بدي 500، وبيتسكر الملف. راجيني
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.